تفضلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برعاية وافتتاح معرض الفنانة البحرينية صافية كانو تحت عنوان انطباعات اثنين، وذلك صباح اليوم في مركز الفنون بحضور معالي الشيخ خمي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين وأهم الفنانين التشكيليين. وبهذه المناسبة شكرت معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعمها الدائم للفن والفنانين وجهودها الكبيرة في إثراء النشاط الثقافي في مملكة البحرين. وأشارت معاليها إلى أن هيئة البحرين للثقافة والآثار ستواصل الارتقاء بالفن التشكيلي البحريني وتسليط الضوء على الحركة الفنية البحرينية لما تمتلكه من إنجازات، موضحة أن الفنانة صافية كانو تمثل جيل الرواد من الفنانين البحرينيين الذين تفخر بهم الحركة التشكيلية المحلية. هذا وتقيم هيئة البحرين للثقافة والآثار معرض انطباعات في مركز الفنون حيث يستمر حتى 16 من ديسمبر الجاري بتقديم أعمال الفنانة صافية كانو التي تعكس لوحاتها عمق تجربة فنية تمتد ل 35 عاماً.